أعلن اتحاد كرة القدم عن الجهاز الفني المعاون لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، ويضم تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني محمد شوقي مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى، ومحمد أبو العلا طبيبا للمنتخب. وفي كلمة له أكد المدير الفني للمنتخب الوطني إيهاب جلال أن الجهاز الفني سوف يعمل على الإعداد الجيد لتصفيات أمم أفريقيا 2023. منتخب مصر هو مرشح من المرشحين الأوائل، يمكن أول دايما أول اسم بيتقال في أي بطولة، أول اسم بيتقال منتخب مصر، فإحنا في الأول والآخر عارفين الكلام ده، وإن شاء الله إحنا ما بنشتغلش غير عشان إن شاء الله المنافسة على كل البطولات اللي ممكن ندخلها كمنتخب، لكن عندنا مرحلة أولانية إن شاء الله إن إحنا نبتدي التصفيات اللي هي قريبة جدا، وإن شاء الله نعدي التصفيات دي وبعدين نحضر للبطولة إن شاء الله. توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب بطولة السوبر الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حول تأخره أمام نادي الزمالك إلى فوز بنتيجة 32-31 في المباراة التي أقيمت بينهما بدولة النيجر، وبذلك يتأهل النادي الأهلي إلى بطولة كأس العالم للأندية السوبر جلوب، والتي من المقرر أن تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه بخماسية دون مقابل على نيوكاسل يونايتد، ليتقدم السيتي بفارق 3 نقاط على منافسه المباشر ليفربول صاحب المركز الثاني، مستفيدا من تعادل الريدز أمام توتنهام هوتسبير. انتهت جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى إلى أميمة مدينة. إليك. شكرا لك يا آية.